السلام عليكم، مرحبا والف مرحبا بالمشتركين ديالنا القدام والجداد. اليوم نشارك معكم التقضيه ديالي الاسبوع، وفي الاخير فيديو غادي نقدموا بعض المقبلات لي زونطري ولا ابيريتيف نقدموهم للضيوف او العائله ديالنا. كما كتشوفوا في راس العام وفي نويل كيجيبوا بزاف ديال لي زوفر ديال لي بونبون، كيجيبوا ديال البوستريس اللي كيديروهم كياكلوهم بزاف هاد اللفات ديالهم. استغلينا الفرصه تاعنا، شرينا فيريرو روشي رافائيلو، وكما كتشوفوا كنتقدى لكل اسبوع اللي كنحتاج. شريت هاد دقيق اللوز، طحين الكوك، هذا بدون سكر لان اللي كيتباع في لي ساشي كيكون مطحون مع السكر، غاطو بدون سكر للبنيته، ولكن خصنا نردوا البال بان لان كيكون فيه مالتي طول ماشي صحي. وكالعاده كيسو فريسكو للسيمانه كيكون منكه بالفانيليا وبالفريز. لي فروماج الاسبوع هذا ديال لي ساندويتش بيو مازدام كواترو كيسوس، والايمنتال كنقطعو طريفات. هادي السيطان مخلطه مع الطوفو لا بروتين فيجيتال، شريناها هاد المره بيو. والفروماج فريسكو ديال الحليب ديال الماعز والبقر ولكن فومي. شرينا هاد تورون دي الميندراس ديال اللوز، خالي من السكر حتى هو، هذاك المطحون والاخر كيجي فيه حبوب اللوز كامل. والناطا كنستعمل للبنات هاد الناطا استوريانا زوينه، ما فيهاش المكونات بزاف، كتعدل غير من دهون الحليب. وهذه ايرمول حتى هي كتخلي الناطه واقفه. بغيت ندير واحد التيراميسو، شريت بسكوت شونسيتوس وشريت الماسكاربوني. الماسكاربوني ديال ليدل ناقص الثمن على الماسكاربوني ديال ميركادونا. وبطبيعه الحال حليب الكوك الوحيد اللي كنشري من ميركادونا كيما كيكونش فيه السكر. زبيده للسيمانه، وهذا الفروماج ديال الدهن لي توست، الثمن ديالو جد مناسب من ليدل الصراحه، 300 غرام في البوكيه كنشري جوج الاسبوع. ولا كنت باغا ندير شي ريسيطه كنزيد. هادو بينيونيس كنبغي يكونوا عندي في الدار، البصله يابسه كانت خاصاني. ودانون كنشري هاد بيفيدوس والكرياغو البنيته. ولينا حتى حنايا ما فيهش سكر، والديد الصراحه كيعجبنا بزاف. الواحد يبعد على لي يوغور اللي ماشي صحيين كيكونوا عامرين، كيكون فيه شي 12 غرام في 125 غرام ديال دانون. ما علينا، هذاك موضوع اخر نتناولوه في نهار اخر. وشريت هاد بيسكاديه الحوت، وهاد غامبون كانوا دايرين له اوفر في ليدل، ولكن هذا غامبون سالفاخي ماشي ديال لي بيسين، فيه 2 كيلو العلبه كنظن، كانوا دايرين لها 15 اورو. وحنايا غادي تبقى لنا مده طويله فوقاش ما بغينا نديرو، راه غادي ندير بها واحد لا غوسيت، بقاو معنا في الفيديو، راه غندير بها واحد لابيريتيف. وبطبيعه الحال شريت خضيره، هذه ديال البروكولي والكوليفرول، كتعجبني تكون عندي في الدار ما تخطانيش، في حالتي لما كانتش الخضره طريه نستعملوا هذه. فواكه الجافه للاسبوع كما العاده، لقينا كاوكاو ما كيكونش بزاف الصراحه، سكر البني. واللي غادي نتناوله في الاسبوع هذا اللوز كنشريه ديال ليدل، كيطيح انتقام عليا رخيص، كنديروا الخبز. وطبيعه الحال الخضار الطريه اللي لقاوها اللي تعجبنا اللي غادي نستعملو في الاسبوع، ماشي نشريوها وتجلس كتضيع في الثلاجه. هذا التفاح بيو حمر زوين البنات، سباراغوس حنا عندنا غالي بزاف، ما عرفوش حتى نتوما هكاك. ولي فرامبواز والبروبيري كيعجبوني في الفطور ديالي. هذه انديبيا حتى هي غادي ندير بها واحد لاصالاد في اخر الفيديو. قهوه بيو مطحونه زوينه، هاد القهوه مع دابا شريت الكافيتيرا كنستعملها بزاف، مقطره غزاله. وطبيعه الحال ما يخطاناش لافوكا للسيمانه، غادي ندير به حتى هو واحد لاغوسيت هاد في هاد الفيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا الخضيره اللي نحتاجو اللي غادي نستعملو في السيمانه كما قلت، فليفله مطيشه لي طوماط سوغيز بصله بطاطا على حسب شنو غادي نطيب للسيمانه، كندير البرنامج ديالي وكنشري كنتقضى على حسابو.
هذه زويته بغيت نشاركها معاكم. كيجيبوها ليدل مره كتسمى برودوي دي لوكس. هذه زويته بلديه فير خين اكسترا ومعطره. ولا غوسيت ديالنا الاولى البنات هي هذه غامبونيس في التيمبورا. غادي نحيدو لهم الراس ونحيدو لهم القشره ونحاولوا نخليوهم مكمولين باش ما باش يجيو زوينين في المنظر فاش نطيبوهم. وها نتوما بقاو معايا غادي تنصايب كلشي هاد الغامبونيس ونوريكم الطريقه اللي غادي ندير. دابا هنا ساليتهم هما عندي هنايا. غادي نوجد لهم الخلطه اللي غادي ندير الثومه والقزبر شويه ديال العطور موخو بردي مليحه شويه ديال الكمون شويه ديال الشاوني باش نديرهم في التيمبورا. غادي نحتاج هاد الطحين كيجي جاهز للقلي. كندير واحد المعلقه جهد معلقه ونص ومعلقه ونص ديال اللوز مطحون. هذا لافوكا كان عندي في الثلاجه راه واجد فاش كنديروا في كاغ دغيا كيوجد. غادي نديروا واكامولي راه ديجا وجدته معكم في الفيديو السابق. مرهم في هاد سميت كيقولوا لهم هادوك عفوا كيقولوا لهم اوخالدريس. غادي نديروا بيت سالاد بانديبيا. صافي هنايا نحط الخليط اللي غادي ندير توي ما قزبر ندير العطريه ديال الحوت راه كتعجبني كندير فيها الكمون الشاونيه والملحه راه قلتها لكم. صافي هذه خلطه ديال البيسكارو نزيدها شويه باش تنسم. صافي نخلط كلشي وندير شويه ديال الماء ونبدا كنخلط حتى نحصل على الخليط اللي بغيت ما قاصح ما جاري. هانتوما غادي تشوفوا معايا. دابا من بعد ما درت ديك التيمبورا غادي نهز الكامبون نغمسو في داك الخليط ونقليه. الزيت خصها تكون سخونه كنعاود الزيت خصها تكون سخونه سينو غادي تلصق لكم كامله. صافي نقليو حتى نساليو كلشي اللي عندنا ونخليو على جنب. كيجي ولداد 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 بزاف. هنايا راني وجدت واكامولي. واكامولي اللي ما كيعرفوش راه درتو في فيديو اخر. لافوكا كنقيوه كنمعكوه مع شويه ديال القزبر كنقطعو مطيشه صغيره بصيله صغيره وكنخلطو كلشي كيجي على شكل بات. هذه سي اون سالاد مكسيكان كتتمثل بزاف هنا في كناريا. صافي وغادي نبدا كنعمر دوك لو خالدريس. لو خالدري تاخذو الشكل اللي بغيتو كاينين وريضه كاينين انا خديت هادو ونعمروهم
حتى نساليوهم. انا نقدمهم في هاد الصوينيه د الخشب، ما كاين ما احسن منها، وكيجيو في المنظر زوينين. قدموهم للضيوف ديالكم بحال ابيريتيف ولا اونطري بيت سالاد، كيجيو زوينين الصراحه. دابا غادي ندير لوطغ ابيريتيف اولا لوطغ سالاد، هي ديال هذيك لا سالاد انديبيا. هنا درت الكوكوس، مطيشه سيريز مقطعه صغيره، بصيله حمراء، شويه د بينيونيس، درنا لهم زويته مليحه وشويه ديال الخل، وغادي نعمروا بهم دوك الورقات ديال لا سالاد. هاد لا سالاد كيقدموها بزاف لي ريستو فيجيتاريان وفيغان. نورمالمون هاد لا سالاد كتعمر بالفرماج اسول، ولكن انا ما كيعجبنيش داك الفرماج اسول الصراحه، مجهد عليا، دونك نعمروها بهاد لا سالاد. بغيتو تزيدو الزيتون تزيدوه، انا ما كانش عندي متواجد. صافي، ها هو الطبق الثاني ديال لابيريتيف، ها هو واجد عندنا. كي تاخذ هكداك ورقه كيتنكل هكداك، كتهزيه بحال الورقه وكتاكليه. تجي زوينه هاد لاصاد، على حتى هي راه صحيه بزاف. صافي، ها لابيريتيف ديالنا الثاني. ولابيريتيف الثالث هو هاد الجامبون اللي قلينا في التيمبورا، غادي نرفقوه مع هاد لاصوص اللي كنوجد كنديرها بلافوكا والفرماج وشويه ديال القزبور شويه ديال المليحه وكنطحنهم. صافي، كنسميها مايونيز ديال الافوكادو، نديرها تما. ودابا غادي نعمر الطبيسيل ديالنا، وها هو الطبق ديالنا كيجي رائع كيشهي. صدقوني بان هاد لي زابيريتيف راه غير هاد لي زابيريتيف راه كيشبعوا، وبطبيعة الحال كيجيو بنان وزوينين. ودابا داك الواكامولي اللي بقالنا نوريكم كي كنستعملو انا، راه دائما كنوريه لكم في الميل بريب ديالي. هاد المره شرينا الطورتيلا اولا رابس كيقولوا لهم لوس رابس انتغرال. نديرو لافوكا، لا سالاد ديالنا دلافوكا في الوسط، وانا غادي ندير له طاباسكو كيعجبني شويه حار. صافي، اللفه ديال الرابس راه ساهله وعاديه، كنلفوها من واحد الجانب وكنعاود نلويو من جوانب الاخرى، كتنكل بحال امتي ساندويتش. صحيه لولادكم وليكم والضيوف ديالكم، هذه اكله حتى هي مكسيكانه. وهو هذا البنات، نتمنى يكون يعجبكم الوصفات ديالي، ساهلين وبساطين وصحيين في نفس الوقت. شيروا بلايك باش تشجعونا وتدعمونا. تهلاو فراسكم، سنه سعيده ومع السلامه.